إذا كان وارد يكون في صلاة الفجر، وارد ينتهي في صلاة الفجر، هل يزوره؟ ينصحه ويدعوه إلى الخير، الوالد مو مثل غيره، لو كافر، حتى لو كافر كفر أكبر دون هذا، أكبر من هذا، الوالد له حق، حتى قال وإن جاهداك على تصير بذلك بهذه الطعومة وصاحبه الدين المعروفة، فأمر بالمصاحبة المعروف مع كونه مجاهدا الولد على الشرك. فالحاصل الوالد والوالدة لهم حق صلتهم والإحسان إليهم والرفق بهم ولو كانوا على معصية وكفر، لكن لا يطاعوا في الكفر، إنما الطاعة في المعروف، لكن تحسن إليهما وترفق بهما وتدعوهما إلى الله، تصلوا عليهما، وإذا كان ما يصلي في جماعة الفجر تنصحه صلي مع الجماعة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، خوفه من الله جل وعلا، ولك ولده لا تستحي ولا تحكم نفسك، ولك ولد تقول يا أبتي هذا كذا ويا أبتي واجب عليك كذا وأنت ورجالك الخير إن شاء الله، بادل الصلاة في الجماعة ولا تتساهل، تنصحه. هذا يقول يسألون في البيوت حقهم، ما يسألون يصلي ينصحون اللي يصلي في بيته أسهل من يترك هذا. ولا لا تعجز، لا تعجز، أبوك له حق عليك كبير. لا بالنسبة للأقارب الأقارب الحمد لله لك حجرهم، إذا ما طاعوا حجرهم.